في اطار دعم سموه لكافه المشاريع الانسانيه شارك سمو الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقه ورئيس جامعه الشارقه في الحمله الاماراتيه تراحم من اجل غزه والتي تنظمها جامعه الشارقه بالتعاون مع مؤسسه القلب الكبير وجمعيه الشارقه الخيريه اغاثه للمتضررين من الحرب. وتهدف الحملة التي كانت قد انطلقت بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان رئيس الدولة حفظه الله ضمن جهود دولة الإمارات المتواصلة في كل العالم لتقديم الإغاثات العاجلة تهدف إلى دعم المتضررين من الحرب في قطاع غزة من خلال استقبال تبرعات العينية وتجهيز الطرود الإغاثية المتنوعة ما يعكس أواصر الأخوة والتراحم واطلع سمو نائب حاكم الشارقة على الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على الحملة والطلبة المتطوعون للمساهمة في توفير حزم الإغاثة العاجلة للمتضررين من الأطفال والأسر الفلسطينية تجسيدا لروح وقيم الخير ومشاعر الأخوة واطلع سمو رئيس الجامعة على طرق حفظ وتغليف وتخزين طرود الإغاثية التي تضمن وصول الشحنات للمتضررين من الحرب بافضل حالاتها مشاركا سموه الطلاب والطالبات في تعبئتها وما تضمها من مجموعه متنوعه من الطرود الغذائيه والصحيه وطرود خاصه للاطفال والملابس الشتويه موجها الشكر الجزيل لكل المساهمين في نجاح هذه الحمله